وكشف قائم مقام قضاء الشرقاط وكالة جرجيس الحجاب عن أنه ناقش مع محافظ صلاح الدين عمل الدوائر الخدمية في القضاء والتهيؤ لحملة الإعمار التي سيطلقها المحافظ قريباً. كلفنا السيد المحافظ بإدارة قضاء الشرقاط بدلا من الأستاذ علي دودح بالوكالة، وكانت هناك توجيهات من السيد المحافظ الدكتور عمار جبر فيما يخص البلدية وقطاعات الماء والكهرباء والداخلية، وتحدث لي عن حملة الإعمار التي ستحدث في الأيام القليلة القادمة، وهناك بشارة جميلة جدا لقضاء الشرقاط وأهل قضاء الشرقاط ستنفذ على أرض الواقع بالأيام القليلة القادمة.